أردوغان يستقبل الرئيس تبون في أشهر قصور السلاطين العثمانيين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد. أفادت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستقبال في أشهر قصور السلاطين العثمانيين. وقالت ذات المصادر أن الرئيس التركي استقبل الرئيس تبون في قصر دولما بهجس الذي يقع بالقسم الأوروبي من مضيق بوسفور في منطقة بشتكتشا في مدينة إسطنبول. وأضافت ذات المصادر أنه من المنتظر أن يتبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية خلال الاجتماعات الثنائية المشتركة بين الوفدين البلدين. كما أشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن الرئيس التركي سيقيم مأدبة عشاء على شرف الضيوف الجزائريين. ووصل رئيس الجمهورية مساء أمس الجمعة إلى تركيا في زيارة عمل تدوم يومين، وذلك بعد أن أنهى زيارته إلى الصين التي بدأها يوم الاثنين الماضي بدعوة من الرئيس جي شين بينغ استمرت 5 أيام.